ستايلز الكتابة يعني، أو يعني ماشي. ما اكيد احنا هنتكلم على حاجة ازاي برضو في نستخدمه؟ الكتابة يا باشمهندس. لا يعني قصدي اللي هو يعني ايه الستايلات اللي المفروض نستخدمها في المواضيع المعينة، المواضيع على كذا موضوع يعني، على حسب الموضوع هنستخدم انهي ستايل والكلام ده يعني. عشان ما حيركوش الستايلز دي، انتوا كلنا بنكتب بوورد صح؟ شفتوا التاب بتاع الستايلز؟ التاب اللي بيبقى مكتوب فيه نورمال، هيدنج 1، هيدنج 2، ايوه يا دكتور مالي. هو ده اللي احنا عاوزين نقوله النهارده. تعالوا نشوف كده. في حاجة كده عاوزين نقولها في الأول كده، انالوجي اللي هو تشابه كده عاوزين نقوله. لو انت كده اعتخيل ان اللي قدامك ده سور كله ابيض ابيض ابيض، زي ما مكتوب، وفي بوست لونها ازرق. You work as a painter, unfortunately you don't work for yourself. انت بتشتغل لحد. هو قايل لك ان انت هتدهن كل الحتت اللي هي اللي انت شايفها قدامك دي، اهي كده بيضة، والابراج بتاعت السور هتعملها بايه؟ بالازرق. تمام يا باشمهندسين معايا؟ جه المدير بتاعك وقال لك لا لا لا، بعد ما خلصت الكلام ده ما ينفعش، ادهن لي اعملها لي باللون بدل الازرق، اعمله لي احمر. طبعا انت قلت ايه ده، انا لازم اغطي واعمل واشيل وادهنها وشين ثلاثة تاني عشان تبقى ايه، احمر بدل الازرق، صح ولا لا يا باشمهندسين؟ اه تمام يا دكتور. اه تمام. الستايلز بقى انهي احسن؟ لو انت كان عندك حاجه تقولها ابقوا احمر بدل الازرق، مش كان يبقى اسهل؟ اه تمام. الستايلز حاجه زي كده، حاجه بتقول لكل دول ابقوا احمر، تقول لكل دول ابقوا اخضر، لكل دول ابقوا اسود. فالستايلز المايكروسوفت وورد دي مفيده جدا، انها بتخلي الشغل بتاعي سهل، ان هو بيبقى موحد جدا، وبتفيدني طبعا في حاجات تانية، بس اهمها سهولة الايه، الشغل. طيب هنا عمل حاجة ظريفة جدا، بوست بيكت 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 باشمهندسين، كأن ده البرج الازرق، فكتبوا بوست. تمام، بس بدل ما هو رسمة كتبه بالكتابة، بيكت 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 بيكت، دي الفنس الابيض، وبعدين برج تاني الازرق، وبعدين بيكت 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 بيكت، دي الفنس دي اللي هي بقية السور، وبعدين هنا برج، وبعدين هنا بقية السور. في مشكلة في الكلام ده؟ لا لا تمام. تمام. ماشي. طيب حلو الكلام ده، ظريف جدا. ايه بقى الستايلز وايه الكلام اللي احنا بنقول عليه ده بقى؟ لو كلنا عارفين الشكل ده في مايكروسوفت وورد، كلنا شايفين الريبون دي، طيب الطبيعي اللي هو ان هي الكتابه لو انت حضرتك ما اخترتلهاش ستايل، بتبقى بانهي ستايل؟ بتبقى نورمال. بتبقى ايه؟ نورمال. طب احنا عاوزين نغير الهيدنج، فقمنا جينا على الهيدنج 1، علمنا على البوست والبوست والبوست، وقمنا ايه، جينا علمنا على هيدنج 1، هنلاقي ان البوست والبوست والبوست بقى لونهم ايه، ازرق. طب اشمعنى الازرق؟ انتوا شايفين الهيدنج 1 ده اللون اللي هو مختاره ليها، وده شكل الخط بتاعها، ممكن ان احنا نعمل له موديفيكيشن وهنعرف ازاي، لكن احنا كل اللي عملناه جينا على البوست بوست بوست وعملنا ايه، هيدنج 1 بقى لونها ايه، ازرق، وبنفس الخط بتاع اللون الازرق. طيب وبعدين انت خدتها للبوس بتاعك وقلت له الدوكيمنت، فقال لك لا الدوكيمنت دي انا الازرق ده انا عاوزه ايه، اسود، ولا عايزه ايه، احمر. قمت عامل ايه، دخلت على الهيدنج 1، دوست عليها، دوست رايت كليك عليها، ودوست ايه، موديفاي. بدل ما كده قمت جاي مختار، بدل جيت على الكالر بتاعه، بدل كان ازرق خليته ايه، يو كان سي ان انت تخليه احمر، وشفت في البروفيو ان هو هنا بقى لونه احمر. بقت ايه اللي اتغير دلوقتي يا باشمهندسين؟
كل البوست والبوست والبوست بقى لونها ايه؟ احمر كده خلاص. هل انتوا شايفين ان هي it's worth some effort from the start to try to only use styles in your document؟ طب ليه؟ عشان you can quickly deal with the unexpected later. ان انت بما انت ما بتكتبش لنفسك, وان انت وحتى لو بتكتب لنفسك وبتاخد قرار, ممكن القرار ده لو انت مقسم لستايلز تبقى اسهل بكتير في ان انت تعمل change للحاجة. طيب assume the main text for whatever reason need to be indented blue and italic. المين تكست اللي هو اللي هو مكتوب كان عندنا, بقولنا ان هو لو انت ما حددتلوش حاجة هيبقى مكتوب بايه؟ بالنورمال. طب انت عاوزه يبقى indented وبلو وايتاليك, فقمت داخل على هنا ظبطت المين تكست خليته ايتاليك وخليته بلو, وجيت عملت له indentation فدخل يمين شوية وبقى شكله كده. صح ولا غلط؟ سهل ولا لا الموضوع ده يا باشمهندسين؟ تمام يا دكتور. عاوزين حد بقى من اقوياء الملاحظة يشوف ايه اللي حصل هنا دلوقتي. يبقى كويس, حد من اقوية الملاحظة حصل هنا فين يا دكتور؟ في الكلام ده ايه اللي حصل؟ هو في خط احمر تحت اختصارها؟ لا 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 مش عاوزين, عاوزين حاجة كده قوية حصل. البي بس المسافات ما بينهم زادت. لا كل ده مش ركز كده. البيكت اللي في اول واحده جت طلعت بره الشاشه. سيبك يا باشمهندس دي حته مقطوعه من الشاشه. طيب بص يا باشمهندسين, انتوا شايفين بوست هنا كانت موجوده فين؟ هنا صح؟ مفيش اندنتيشن. تمام. هنا بقى انا عملت اندنتيشن فين؟ في النورمال بس صح؟ مع ان انا مختار بوست دي انها تبقى هيدنج, حصل لها نفس الاندنتيشن بتاع مين؟ بتاع النورمال. هو انت اخترت ان الهيدنج دي تبقى اندنتد؟ لا لا. طيب ان الستايلز بقى اللي هي نورمال وهيدنج 1 وهيدنج 2 اللي هي الستايلز اللي اوريدي موجوده, الستايلز دي مترتبة جوه بعض يعني بتاخد من بعضها. فإن حضرتك لما most of the default style are based on normal style, يبقى لو ما انت بتغير في النورمال ستايل بتغير في الأذر ستايل مع بعضهم. فعشان كده الريد هيدنج indented زي الايه النورمال, عشان وممكن تبقى italic. ليه؟ عشان كلهم معمولين انهم يليقوا على بعض. يبقى انت عشان ترجع تاني في الهيدنج 1 وتغيره وتخلي ان مفيش اندنتيشن, لازم تخش تعمل موديفاي لمين؟ للهيدنج. تروح للهيدنج 1 وتعمل رايت كليك وتدوس موديفاي وتخليه احمر وترجع في الاندنتيشن من هنا. بعدين بالمره عاوزين نحطها ان هي بقى تبقى حمر وما فيهاش اندنتيشن, وعاوزين البورش جاي اللي هو مديرك اللي بالعربيه الحمراء اللي عاوز البوست يبقى حمراء وان ذا هيدنج تو بي انسايد شيدد بوكس. طيب يبقى انا اول حاجه هخليها بولد وهعملها حمراء, هي معموله حمراء وهشيل اندنتيشن, وبعدين انا عاوزها ايه جوه شيدد. فحاجه عند الفورمات ده واكتب فورمات, وبعدين هاجي عند بوردر اختار بوردر, هاجي عند بوكس ادوس على بوكس واشوف شكل البوردر, وممكن اعمل الشيدنج واختار اللون ده بيعمل لي بريفيو هنا, دوست اوكي طلع لي رجع الاندنتيشن حمراء بولد جوه الشيدنج كلهم مع بعض. اي حاجه مكتوبه بهيدنج 1 هتتغير وتاخد الموديفيكيشن ده. ستايل بيزكس ان وورد. Style save time and make your document look good. Word processor can create documents that look professionally typed. Heading font in contrast with body text. Paragraph separated with enough white space. كل دي من فوائد اللي انت تدوس style او تستخدم style. Elements such as bolted list
are indented. Emphasized text is in a contrasting color. Provide special element. برضو بيعمل table of content. يبقى هو ال document map وال table of content لو انت كاتب حضرتك كاتب بستايلز بتبقى ايه automatic. بتطلع automatic. مش ان انت لازم تقعد تقول مثلا ال introduction في page 1 ال A في page A chapter 1 page 5 chapter كذا ال heading الفلاني. لا لو حضرتك كاتب بال heading فال table of content automatic بيطلع. في مشكلة يا باشمهندسين في الكلام ده؟ لا تمام يا دكتور. ايه بقى لو احنا ما استخدمناش ستايلز بنستخدم حاجة اسمها دايركت فورماتنج وده اللي اغلبكم بتكتبوا بيه وانا كنت بكتب بيه. ايه هو الدايركت فورماتنج؟ ان انا بكتب كلمة كلمة وباجي عند كل كلمة اشوف دي انا عاوزها بولت، عاوزها تايمز نيو رومان، عاوزها 16، عاوزها 14، كلمة كلمة او سطر سطر او الكلام ده. For example فهمنا ايه الفرق ما بين الستايل وايه الفرق ما بين الدايركت فورماتنج. بامانه كده كلنا بنكتب غالبا بايه؟ كلكم بتكتبوا ايه؟ دايركت فورماتنج. دايركت فورماتنج. ولما تيجي تغير لو انت كاتب ريبورت 20 صفحه لما تيجي تغير بتغير ايه؟ بتمشي على على سطر سطر ولا باراجراف باراجراف وتغيره وخلاص عادي مفيش مشكله. وفي حاجه تانية بتقابلك ان انت ممكن لو عاوز تكتب تيبل اوف كونتنت بتكتب التيبل اوف كونتنت ده يدوي، يعني بتمشي على الدوكيمنت وتفتح فايل جديد ومن الفايل الجديد ده تكتب تيبل اوف كونتنت وتعمل جدول وتكتب ايه وتعمل جدول وتكتب فيه السطور اللي انت عاوزها والرقم الصفح وخلاص. صح ولا ايه يا باشمهندسين؟ For example to format headings you can select the text apply bold formatting and then apply slightly larger font size than the size that you use for a body text. It's easy to make mistakes and you might not get a good looking document. You must repeat the direct formatting process for each heading. For subheading you must choose smaller size italicize and repeat this for each subheading. Document formatted by dynamic formatting are difficult to update. هل الكلام اللي احنا قلناه ان الدايركت فورماتنج ده فيه مشكله فيه مشكله في الخمس حاجات دول؟ تعالوا نقراهم كده. بيقول لي ان you can select the text and apply bold formatting and then apply slightly larger font size than the size that you use for body text. يبقى هتيجي عند كل heading وتغير. ممكن ان انا ابقى متاكد ان انا الهيدنج هعمله 16 فبعد 3 4 صفحات زهقت او نسيت فممكن اقوم عامل الهيدنج ايه 14. او لو انا بعمله 16 بولت بقيت عملته 16 فعلا بعد كده ونسيت اعمل له بولت ولازم عشان تغير كل هيدنج والسب هيدنج تغير كل سب هيدنج. فطبعا هو غلس جدا. وبعد ما تيجي توريه للدكتور مثلا او توريه لمديرك في الشغل يقول لك لا خلي الهيدنج بدل ما هي 16 بولد خليها 16 ايتاليك. يبقى لازم تروح تعمل ايه؟ عدى كل هيدنج كل هيدنج او كل كلمه عملتها تعدلها. لكن لو انا عامل ستايل هعيرها في قد ايه؟ في ثواني. هدخل على الهيدنج بتاعها واقول له ايه خليها ايتاليك واشيل البولد كله هيتغير. يبقى عرفنا ايه فايده الدايركت فورماتنج ان انا يوز ستايل بدل الدايركت فورماتنج. لما use style when you use style you can quickly and easily apply a set of formatting choices consecutively throughout your document. Style is set of formatting characteristics such as font name size color paragraph alignment and spacing or even border and shading. يبقى ان انا بعمل كل التغييرات دي في كل الدوكيمنت في من حته واحده. For example, instead of taking three separate steps to format your heading as 16-point bold Campri, you can achieve the same result in one step by applying the built-in heading one style. تمام؟ يبقى بدل ما انا اجي هنا واعلمها واقول له ان انا عاوزها 16-point bold وCampri
انا ممكن ان انا اقوم عامل كل ده بان انا اختار اللي هي galleries of coordinated items ان انا اختارها كلها واقول ان دي heading 1. تمام يا باشمهندسين؟ طب sub heading if you decide that you want to sub heading you can use the built-in heading 2 style which was designed to look good with the heading 1 style. If you later decide that you want heading to have a different look, you can change the heading 1 and heading 2 styles. And Word automatically update all instance of them in the document. You can also apply a different quick style set or a different theme to change the look of the headings without making changes to styles. طب ايه الكويك ستايل وايه السيم؟ خلي بالي من الكلمتين الكويك ستايل والسيم دول هناخدهم في الاخر شويه كمان شويه. طيب هنا ايه اللي حصل هنا يا باشمهندسين؟ The quick styles that you see in the gallery of style are designed to work together. For example, the heading 2 quick style is designed to look subordinate to the heading 1 quick style. يبقى ال heading 2 هو ال subheading ل heading 1. The body text of your document is automatically formatted with the normal quick style. خليني أجي عند اتنين. البادي تكست اللي هو البادي بتاع الموضوع بتاعي بيبقى فورماتد بالإيه؟ بنورمال. تالت حاجة quick style can be applied to paragraph but you can also apply them to individual word and character. For example you can emphasize a phrase by applying the emphasize quick style. يعني إيه الخطوة نمرة تلاتة دي يا باشمهندسين؟ ان انا كويك ستايل او الستايل دي هي اللي هي اللي جاهزه دي ممكن ان انا يحصل اعمل لها ابلاي لباراجراف كامل وممكن ان انا اعمل لها ابلاي لكلمه واحده. لو انا علمت على الكلمه الواحده دي ودوست على امفاسايز هيحصل لك الكلمه دي انها هتاخد الاسلوب او الستايل بتاع الامفاسايز. ممكن اعمل له موديفيكيشن وممكن لا. When you format text as a part of list, each item in the list is automatically formatted with the list paragraph. طب انا عندي عندي quick style او style من ضمن الstyles اللي موجودة عندي مكتوب عليها list paragraph. طيب built-in styles turn on time saving feature. The built-in style heading 1 لما انت بتستخدمها ممكن ان انت زي ما قلنا في الاول بتعمل generation او automatically generate table of content. تمام البيلت اب ستايل البيلت ان ستايلز او الكويك ستايل لما بتستخدمها بتعمل حاجه اسمها الدوكيمنت ماب. ايه الدوكيمنت ماب دي؟ حد عارفها يا باشمهندسين؟ باشمهندسين ايوه يا دكتور مع حضرتك. عارفين ايه الدوكيمنت ماب دي؟ لا. طب انتوا عارفين لما بتفتحوا مثلا دوكيمنت او ملف يعني ويبقى مفتوح هنا على الشمال زي تابات كده لما تدوسها تروح على شابتر 1 تدوس على التاب الثاني تروح على شابتر 2 هنا في العناوين لما تدوس عليها دي بتبقى هايبر لينك تمشي توديك على المكان ده على طول؟ بتبقى موجوده في البي دي اف احيانا وممكن هي اصلا عشان تبقى موجوده في الوورد لازم تبقى معموله الدوكيمنت ماب دي تبقى هو البي دي اف ده انت ما بتكتبش على البي دي اف انت بتبقى وورد وتتنقل. لو انت كاتب بستايلز فالدوكيمنت ماب دي تقدر انها اوتوماتيكلي جنريتد. وانت عشان تشوف الدوكيمنت ماب جو تو فيو تاب هايد جروب سيلكت ذا دوكيمنت ماب تشيك بوكس كليك هيدنج ان ذا دوكيمنت ماب تو جامب تو ذا كورسبوندينج بارت اوف ذا دوكيمنت. في الوورد 2010 كان اسمها نافيجيشن بان. طيب الستايل تايب اللي عندي ستايل بتمشي الكاركتر وستايل بتمشي الباراجراف وستايل اسمها لينكد وستايل ليست وستايل تيبل. طبعا ما حدش فاهم مني دلوقتي اي حاجه يعني ايه كاركتر ستايل ويعني ايه باراجراف ستايل ويعني ايه لينكد ستايل ويعني ايه ليست ستايل ويعني ايه تيبل ستايل.
حد عنده فكره ممكن دول يبقوا ايه يا باشمهندسين؟ هو ممكن ستايل قصده يعني الفونت والسايز بتاع الكلام نفسه. لا يا باشمهندس انا بقول كاركتر ستايل، يعني ايا كان هو انهي ستايل بس اسمه كاركتر ستايل، او يعني ممكن يبقى ستايل معين بس اسمه كاركتر ستايل. كاركتر ستايل ده مثلا ده لما انت تيجي تقف هنا في نص الباراجراف، احنا هناخد اكزامبل عليهم بعد شويه، بس الكاركتر ستايل لما تيجي في نص الباراجراف وتدوس على الكاركتر ستايل ما ياخدش، يدي للحرف اللي انت معلمه بس ما يديش الستايل بتاعي لكل الباراجراف. فاهمين يا باشمهندسين؟ الباراجراف ستايل انا في الباراجراف كله مش لازم اعلمه كله، انا ان شاء الله وقفت في نص الباراجراف كده وقلت له على الستايل ده بيقلب لي كل الباراجراف زي ما انا عاوز. اللينكد ستايل لو انا علمت كاركتر واحد هيخلي لي على الكاركتر واحد بس، اللينكد ستايل عشان اعمل الباراجراف كله لازم اعلم الباراجراف كله. هنشوف دلوقتي الكاركتر والباراجراف are linked style appear in the style group on the home tab. You can quickly apply a style from the gallery of style. عادي من الستايل هتدخل اللي انا عاوزه. طيب البوكس لانشر دي انا هاجي هنا عند اللي هي الكويك ستايل دي، دوست على دي اللي هي الدايلوج لانشر، هيظهر لي كل الكلام ده. عندي واحد واثنين وثلاثة، في عندي واحد حد باراجراف ستايل اللي هو بتبقى متعلمه بالعلامه دي، يبقى الباراجراف ستايل بيبقى متعلمه بالايه؟ بالعلامه اللي هي عامله زي الانتر دي. طب ايه فايدتها؟ كليك اني وير ان باراجراف تو ابلاي ذا ستايل تو ذا انتاير باراجراف. انت تحط الكيرسور بتاعه الماوس في اي حته هيطلع لي في كل الايه؟ الباراجراف. طيب الكاركتر ستايل ار وركد وذ كاركتر سيمبل اي اللي هي دي. Click anywhere in a word to apply the style to the entire word, or you can select more than one word to apply the style to more than one word. يبقى لازم الكلمة اللي انت بتختارها هي اللي تتعلم بس. فاهمني يا باشمهندسين ولا لا؟ اه تمام يا دكتور. طيب امال ايه linked style؟ linked style اللي هي marked بالعلامتين مع بعض. Click anywhere in paragraph to apply the style to the entire paragraph, or you can select one or more words to apply the style to the word that you selected. يعني لو جيت حطيت الكرسر في نص باراجراف هيعمل لي كل الباراجراف بالستايل بتاعي، لكن لو جيت وعلمت كلمه واحده هيعمل لي ايه؟ الكلمه الواحده. طب character style، الكاركتر دي اللي هي given لكلمه واحده. Character style contains formatting characteristics that can be applied to text such as font name size color font name size color bold italic underline border and shading. يبقى character style don't include formatting that affect paragraph characteristics. يعني ايه character style؟ ما فيهاش الحاجات او الفورماتنج اللي بتاثر على الباراجراف. ان الكاركتر ستايلز دي خلي بالي الكاركتر ستايلز دي زي الامفاسايز زي كل دي كاركتر ستايل. هي ايه مشكله الباراجراف الكاركتر ستايل؟ انها ما فيهاش بعض الحاجات اللي بتاثر على الباراجراف. طب زي ايه؟ اللاين سبيسنج. طب هو انا لو عندي ستايل بعمله على كلمه واحده هل هبقى محتاج له لاين سبيسنج او تكست الاينمنت او اندنتيشن؟ لا. فهو الكمبيوتر فاهم ان الكاركتر ستايل دي بتتقدم على كلمه واحده فملهاش لازمه ان انا اعمل فيها الحاجات اللي تخص الباراجراف. To apply character style you select the text that you want to format and then click the character style that you want. هنا جه على دي وداس على emphasize فعملها بالشكل ده. في مشكله؟ الخطوات اللي عمل بيها click in the word you want to format mouse over the quick styles to see preview of the formatting in your document when you point to a character style only the word where you clicked in is formatted. الداس عليها بقت معاها formatted بemphasize. طب paragraph style a paragraph style includes everything that a character style contain but also control all aspects of paragraph appearance.
تكست الاينمنت تاب ستوبس لاين سبيسنج بوردرز كل حاجه بالنسبه للكاركترز معموله. For example, you can have a character style called alerts that format text as bold and red. Additionally, you can have a paragraph style called headline that format text as bold and red. But the headline paragraph style also centers the text horizontally and add 24 points of space above the text. المهم أنا ده حاجة وده حاجة. ده الparagraph للparagraph والcharacter للcharacter. تمام يا باشمهندسين؟ طيب النورمال اند ليست. نعم لا بقول واضح واضح. النورمال والليست. النورمال ده الستايل اللي هو بيكتب بيه الباراجراف الطبيعي او البادي بتاعي. By default word automatically applies the normal paragraph style to all text in blank او new document. Word automatically applies list paragraph paragraph style to the item in the list. For example, when you use the bullet command to create a bulleted list. يبقى أنت أول ما بتعمل bullet بتختار الستايل بتاع مين؟ البولتد list. To apply paragraph style, you select the paragraph that you want to format and then click the paragraph style you want. Select a single paragraph for applying paragraph style. You can click anywhere in paragraph. في أي حتة تعلم في الباراجراف تطلع فوق تدوس على الستايل اللي أنت عاوزه للباراجراف كل الباراجراف هيتغير. طب لو الباراجراف مكمل على أربع صفحات مفيش مشكلة. أنت هتقدم في أي حتة وهو هيغير في كله. اللينكد ستايل، اللينكد ستايل ده اللي إحنا قلناه إن هو ممكن يبقى بيهيف أز كاركتر ستايل أور باراجراف ستايل ديبندنج على مين؟ على اللي أنت بتختار. يعني أنت لو دوست على باراجراف بيبقى apply link style يبقى link style كده اشتغل كأنه paragraph style. لكن لو انت اخترت حرف او كلمة اللي يبقى link style ده بيتعرف على انه ايه character style وما الparagraph ما بيتأثر. طيب تعالوا نشوف كده. When نمرة واحد ده when you select or click in a paragraph and apply a linked style, the style is applied to the whole paragraph. اتغير كل الايه الكلمة او كل الايه السطر. When you select a word or a phrase وبرضو دوست على الheading 1 ده, the style is applied only to the selected text. طبعا ده حاجة كويسة ان هو useful ان هو لو انا عاوز افصل الheadline او مش عاوز افصله او انا عندي headline وبكمل يعني زي كلمة headline دي انا عاوز اديها ستايل واكمل الكلام زي ما انا عاوز فيبقى يستحسن ان هو الستايل يبقى لينكد ان انا مش اول ما ادوس هنا كل ده يتغير انا عاوز اغير الايه الهيدلاين بس. طب running head دي يعني ايه running head يا باشمهندسين؟ running head دي لما اللي هي نفس اللي انا قلته من شوية ان انا اقول you might want the first few words اللي حد كده وبعدين دول يبقوا بطريقه معينه وبعد كده دول بقيه الحروف بسطر. يعني انا عندي هيدنج بس الهيدنج موجود في نفس السطر مع الكلام. الكلام ده اسمه run in head. You might want the first few words of paragraph to coordinate with the formatting of the heading in your document. This type of formatting known as a run head head run in head or a side head is easy to apply by using a linked style. ان انا زي ما انا قلت ان انا اختار ما يغيرليش كل الكلام مع بعض زي بالظبط هنا select the first few words of paragraph and then click by heading style to create a run head. هنا علمت على دي نفع ولا ما نفعش وخليت ده الباقي عادي زي ما انا عاوز. لكن هنا انا كنت عاوز اغير كل الكلمه يبقى انا هنا علمت على هنا انا استخدمته كانه ايه character style لكن هنا انا استخدمته على انه ايه paragraph style. هنا انا عندي running head ان ادي العنوان بتاعي وبعدين لازق في الكلام لكن مش العنوان وبعدين بعمل انتر لا العنوان ولازق معاه الكلام. الليست ستايل بقى ما في الليست ستايل فيها حاجه الليست كان انكلود ليفل اوف هيراركي اللي هو الاولاني والتاني كذا ليفل زي ما احنا عارفين زي شفناها في توبوجرافي
that can be indicated by indentation and numbering schemes. For example, level 1 in a multi-level list can be aligned against the margin and can begin with Arabic numeral followed by a period. Level 2 can be indented slightly from the margin and can be begin with lowercase alphabetic character followed by closing parenthesis. ممكن ان احنا نغير في الليفل بتاعتنا زي ما احنا قدامنا كده. الليست اللي قدامنا دي كام ليفل؟ Two levels. Two levels. Level 1 و 2. Level الA والB. وحنلاقي فيه indentation كده شوي. طيب. The list style can be defined formatting for as many as 9 levels of list. يبقى ممكن من 1 ل 9. The formatting scheme can include paragraph indentation for each level of the list. Any label text that, such as item and chapters. إن انت ممكن تعمل indentation لو انت بتدخل على كذا level. بس الليست ستايل بقى انت لازم انت تعملهم اصلا. يعني احنا عندنا في الوورد عندنا ليست ستايل اللي هي الليست بتاعتي اصلا دي بتاعه الايه البوليت، مش بتختارها من مين؟ من الستايلز. بتختارها منين؟ من الليست ستايل. تمام يا باشمهندسين؟ A document may contain list style if you receive it from someone. أمال list style دي إيه؟ في عندي اختيارين. الدوكيمنتس نفسها يكون فيها list style وهي دي اللي موجودة تحت خالص. If the document contain list style that you are listed under the list style heading in the gallery of multi-level list, see that gallery. لكن ممكن ما يبقاش فيها، فأنت اللي تعمل تختار الليست. طب الليست دي أنت بتختارها من الستايل أنهي واحدة يا باشمهندسين؟ الستايل بتاع الليست بتختارها منين؟ من الستايل بتاع الليست، من الليست ستايل مش من الكويك ستايل. الليست لايبراري instead of predefined list style word provides several multi-level list templates which are displayed under the list library in the gallery of multi-level list. طب الجاليري دي اللي هي فيها ايه؟ اللي هي فيها 1AJ او 1AI، كل يعني الليفل الاولاني يبقى 1، الليفل الثاني ABC، الليفل الثالث يبقى I والدبل I وتريبل I، او 1 1.1 1.1 1.1 حسب. هنا في indentation، هنا مفيش، هنا بالنيمز انت حضرتك اللي بتختار الكلام ده من التمبلت اللي موجوده بتاعتي. نشوف الكلام اللي مكتوب. If you use the built-in heading styles in your document, heading 1, heading 2, and so on, you can use multi-level list template, multi-level list template to apply a numbering scheme to your heading. يبقى مش من الستايل. For example, a number headings, you click in the first heading 1 paragraph and then under list, في بقى عندي heading 1, heading 1.1, heading 2, وهكذا. طب التابل ستايل برضو انا عندي تابل ستايل برضو مش موجودة في ال التابل ستايل عندي مش موجودة على طول، يعني مش موجودة في الكويك ستايل. التابل ستايل دي عندي في الديزاين، باخدها للتابل في ديزاين وفي تابل ديزاين. فباجي in other use style or diet formatting to format the content of table cell and then you switch to a different table style. The content that you formatted with the style or diet formatting is not updated to match the new table style. لو انت عندك حاجات قبل كده وغيرت في التابل بعد كده، التابلز كلها مش هتبقى ماشية مع بعض. لكن لو انا بمشي بالستايل او الديزاين، يعني لو انا هنا اخترت تابل ديزاين مش هيمشي معاه بقية التابل. طيب ازاي ان انت تقدر تختار التابل ستايل؟ من بتعلم على التابل وبتدوس على ديزاين، بيظهر لي اللوحة شكل الديزاين ده، بختار شكل التابل اللي انا عايزه. عايزه ان انا هنا يبقى حاطط ده لوحده وده لوحده، يعني حاطط اول رو وبعد كده مفيش خطوط، عاوز كل السيلز تبقى باينه، بختار اللي انا محتاجه. في برضو هنا عندي حاجات اقدر ان انا اشوف اختار منها ان انا يبقى عندي الاوبشن بتاعه الديزاين بتاع التيبل. مثلا عندي باندد رو. يعني ايه باندد رو؟ يعني واحد عادي وواحد شيدد. ده ممكن ان انا اختاره، ممكن ما اختاروش. كل واحد
فالباندد رو والباندد كولوم دي كل اللي بتعمله انها بتخلي واحد شيدد واحد عادي زي اللي هو ده. تمام. طيب ستايل كويك ستايل سيت اند سيم بوتينج ذا بيس توجذر. يعني احنا خدنا كده الستايلز والكويك ستايل او الموجوده. في عندي الستايل سيتس وعندي سيم. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ الستايل دي كلنا عارفين هي ايه الستايل دي دلوقتي. We only use style to format your documents. The style definition interact with quick style sets and theme settings to provide many combination of cohesive professional looking design. يبقى أنا عندي الستايل دي اللي احنا طلعناها وهي الكويك ستايل. في ستايل ست وفي سيم. هاي يا باشمهندسين، حد عارف الكويك ستايل ست وايه هي الكويك السيم؟ بصوا يا شونسين، احنا هناخد الكلام ده في اكزامبل. The following set of slides show in Word 2016 how to apply style, apply style set, modify style, create a new style, apply theme and change color and font. طيب يبقى احنا هنا هنعرف يعني ايه style او quick style ويعني ايه style set ويعني ايه theme. Style and themes are powerful tools in Word that can help you easily create professional looking document. Style is predefined combination of font style, color and size of text that can be applied to selected text. A theme is a set of formatting choices that can be applied to the entire document and includes theme, color, font and effect. يبقى خلي بالي ان الستايل بيتحط على ايه؟ لselected text بس، صح ولا غلط؟ selected character selected paragraph بس هو selected text. السيم applied لمين؟ للentire document كلها على بعضها. طيب to apply style select the text you want to format or place your cursor at the beginning of the line. هنا جيت وعلى beginning of the line وقلت له انا رحت على التاب بتاعي وقلت له انا عاوزه تايتل، فبقى تايتل بالخصائص بتاعه التايتل. في مشكله في الكلام ده يا باشمهندسين؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب تو ابلاي ستايل سيت، ستايل سيت دي بقى منين؟ بروح على الديزاين وبلاقي حاجه اسمها ديزاين ستايل سيت. الستايل سيت دي زي ما انا بقول كده، from the design tab click more drop down arrow in the document formatting group. كل دول ما اسمهمش style، دول اسمهم ايه يا باشمهندسين؟ دول اسمهم style set. طب يعني ايه style set؟ عشان الاصايل style set دي ايه الفرق ما بينها وما بين style؟ تعالوا نقرا كده هنا فوق. style set include a combination of title heading paragraph style. Style set allow you to format all element in your document at once instead of modifying each element. يعني بدل ما انت في العادي اصلا اللي هو direct formatting بتختار سطر سطر، طلعنا احنا للستايل عشان نختار كل حاجه كل جروب لبعضه، طلعنا للستايل سيت اللي هو بيخليك كل الانتاير دوكيمنت تبقى من الاخر لايقه على بعضها وانت ما تعملش حاجه تاني. تمام يا باشمهندسين؟ اه تمام يا رب. يبقى انا باجي بختار اختار اللاين الستايل سيت ده، ايه اللي حصل يا باشمهندسين؟ كله اتغير. هل الكلام هنا هو الكلام اللي كان في دي؟ هل شكل البادي عندي هو نفس البادي؟ الخط ده اللون ده كله اتغير. ده ستايل ايه؟ ده اسمه ايه يا باشمهندسين؟ ستايل سيت للانتاير دوكيمنت. كل الدوكيمنت هتبقى بالشكل ده مش الحته دي بس. بس خلي بالي انا برضو ببقى محدد له ان ده هيدنج ومحدد له ان ده بادي، ويعني برضو لازم ان الكمبيوتر يبقى عارف. لكن لو كله نورمال يبقى هيقلبه كله نورمال، صح ولا غلط؟ صح. تمام ماشي. To modify style دي احنا عملناها قبل كده. باجي عند الستايل وبدوس modify وبختار اللي انا عاوزه وبعمله عادي زي ما انا عاوز، مفيش اي مشكلة. في مشكلة في الكلام ده؟
ممكن حتى اجيل هنا ده هنا apply modifying style in the style group on the home tape right click on style you want to change and select modify. وبعد ما بعمل modify بختار ان انا عاوز اكبر الخط عاوز اكبر السبيسنج اللي انا عاوز اعمله بعمله. في مشكلة؟ بس خلي بالك بقى من حاجة انا عاوزك تفهمها والحاجة دي مش عاوز انها تفوتنا، الحاجة دي مهمة جدا، ان احنا هنا شايفين الصفحة دي وشايفين الكلام اللي هنا ده يا باشمهندسين وشايفين التايتل ده. انا جيت انا كل ده كنت مختار له حاجة اسمها ايه ستايل سيت. الستايل سيت ده انا جيت للهيدنج سوري جيت للهيدنج وكبرته خليته 35 صح ولا لا؟ بصوا هنا برضو ده كبر ولا صغر؟ ايه يا باشمهندسين كبر يا دكتور. طب يبقى برضو خليني بالي ان هي لما دام انت جيت انت كل ده مختار له ستايل سيت مع بعضه لما تكبر التايتل يبقى كله بي ايه بيكبر مع بعض. When you modify style, you are changing every instance of that style in the document. In the example below, we have modified the normal style to use the larger font size because both paragraphs use the normal style. They have been updated automatically to use the new size. Okay? يبقى كله بيكبر بدل مع بعضه لما كبرت واحد عشان هو معمول الستايل سيت ان كله يليق مع بعض. طب عشان تعمل create لنيو ستايل بتيجي هنا على اللونشر تمام بتدوس عليها بتعمل select new style بتقول انا عاوز new style من هنا بتيجي على التاب ده بتروح على new style تغير الاسم بتاعه وتدي له حبة الحاجات اللي انت عاوزها وبعدين بتدوس اوكي. ممكن تعمل له apply لأي واحد فيه. طيب امال ايه بقى السيم؟ السيم ده برضو من الديزاين بتيجي على حاجة هنا اسمها سيم اللي هي كانت من نفس الخانة بتاعت الديزاين. بس بتدوس على الايه؟ على سيم. بتدوس هنا على ايه؟ على سيم. طب ايه السيم دي برضو؟ السيم ده بتخلي لي بتبقى بيعمل apply seam to a quickly format طبعا الانتاير دوكيمنت بس بيديها شكل مودرن اكتر وبيديها professional look اكتر. فانت كل اللي بتعمله ما بتعملش اي علامات انت بتدخل على سيم تختار واحد من دول وتدوس اوكي وخلاص. هل انت محتاج تعلم على الحاجة المعينة اللي انت عاوز تعمل apply للسيم عليه ولا لا؟ ها يا باشمهندسين لا يا دكتور هو اوتوماتيك بيعمل على عشان الدوكيومنت. وده بيابلاي للانتاير دوكيمنت. طيب بعد ما انت اخترت السيم وعملت له ابلاي ممكن ان انا العب في حاجتين. ممكن ان انا هنا اخد الكالر ودي الكالر اللي بتمشي بتاعه كل سيم اوفيس اوفيس 2007 جراي ستايل كل الكالر او الفاترينة الكالرات اللي مع السيم ده تمام. فانت ممكن ان انت تختار تغيرها. ممكن ان انت تغير الفونت بتاع السيم ده برضو من اختيارك من هنا. يبقى هنا انا عندي هنا دي السيم هنا عندي الكالر وهنا عندي الفونت. في مشكلة يا باشمهندسين في الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي؟ ما تمام يا دكتور. يعني انتوا دلوقتي عارفين ايه اللي حصل دكتور؟ انا بالايه انا ملخبط ما بين الستايل سيت والسيم. الستايل سيت والسيم. السيم شبه قوي الستايل سيت بس الستايل سيت بيدي مودرن اكتر وبيدي انا. انت عندك وورد ولا لا؟ ايوه عندي. خش جربه. هما قريبين جدا من بعض بس السيم بيديله شكل مودرن اكتر من الستايل سيت. تمام يا شونسين؟ تمام يا دكتور. حد عنده مشكلة في اي حاجة؟
ما تنساش تقفل التسجيل علشان المرة اللي فاتت كان عامل 4 ساعات. طيب كويس عشان تنزلوه تتعبوا فيه شوي. طيب باشمهندسين في حد انتوا كنتوا في حد يعني استفاد شوية من الستايلز دي او ناوي يستخدمها؟ انا اعتقد طيب لو سمحتوا حاولوا ان انتوا تستخدموهم، او يا ريت لو كل واحد كده النهارده كل واحد النهارده لو بص على الورد 5 دقايق او 10 دقايق الموضوع هيثبت في دماغه وهتستخدموها فعلا هتسهل لكم في شغلكم كتير جدا. خلاص تمام يا باشمهندسين. دكتور كده ترتيب الموديفيشن او التعديل بتاعي على الفايل؟ لا ببدا بالسيم. لا انت ممكن ما تعملش السيم ده لو انت عاوز تعمل على الدوكيمنت كلها او الستايل او اللي هو الستايل سيت، لكن هو في الطبيعي ان انت تكتب بستايل يبقى عندك هيدنج وهيدنج 1 نورمال هيدنج 2 وبتكتب، ولو احتجت مثلا بعد كده مثلا في سايتيشن او اللي هي دي تحط لها تعمل لها في سايتيشن في امفاسايز، وبتبقى بتستخدم الخمس حاجات دول بتوعك، بتطلع الليست تيبل اوف كونتنت الليست في فيجر لو انت عامل السايتيشن، وبتطلع لك كل حاجه اوتوماتيك من الوورد ويطلع ويتحطوا في اماكنهم وانتهى الراحه. لو كان بقى لو انت حاطط انتاير دوكيمنت وكاتبها من الاول بقى وعاوز تلعب فيها فبتستخدم الستايل سيت او السيم بعد كده، لكن في الطبيعي ان انت بتستخدم ايه الستايلز في الاول. تمام يا باشمهندسين، في حد عنده اي اسئله او اي حاجه؟ شكرا. السلام عليكم.